الحقيقة أن المؤشرات اللي أتت بها أو أتى بها التقرير يعني لا بأس بها عن الوضع الحالي، يعني الوضع أشد سوءا. البرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة قبل أيام أوقف نشاطه في توزيع الغذاء بالتحديد، وهي يعني نسبة كبيرة جدا من الأمن الغذائي في اليمن، واللي تعادل تقريبا 2 مليار دولار سنويا. يعني موعز ذلك إلى وجود قصور في التمويل أولا، ثم إلى عدم وجود اتفاق واضح مع الحوثيين حول تخفيض يعني حجم المشاريع الغذائية في اليمن والتوزيع المبالغ النقدية المتعلقة بالغذاء من المستوى الحالي إلى مستوى أدنى، وذلك بموافقة أيضا الجهات المانحة والدول المانحة للأمم المتحدة. هذا يعني أن الأمن الغذائي الآن يعني أصبح في اليمن بشكل يعني لم يسبق له مثيل. هذا بالإضافة إلى أن السفن التي من المفترض أن تصل اليمن بالمواد الغذائية المتعلقة بالأمم المتحدة توقفت ولن يتم استعادتها إذا تم الاتفاق اليوم إلا بعد 4 أشهر، وهذا طيب يعني قبل شهر رمضان المبارك. طيب دكتور إيهاب، يعني ما تأثير استمرار هذا الوضع الكارثي إذا استمر تداعياته؟ التأثير كبير جدا، نحن نلاحظ التأثير مباشرة ومن قبل هذا التدني في مستوى الأمن الغذائي، وحذرنا مرارا أن المستوى يعني ينحدر إلى المستوى الخامس من المجاعة، وهناك كثير من المديريات في اليمن دخلت في هذا المستوى، يعني وهو ما ينذر بأن اليمن ربما أن تطلق فيها مشكلة المجاعة، وهذا يستدعي يعني ضخ أموال وعمل خطط استجابة عاجلة. لكن المشكلة أيضا في وقت يتناسى فيها العالم الأمم المتحدة القضية اليمنية مقابل القضايا المحيطة باليمن. هذا الأمر شائك جدا، وكأن القضية اليمنية لا أحد يشعر بها. هناك يعني من جراء سوء التغذية من خلال 3 سنوات يموت طفل كل دقيقة، يعني ألا في هذا كمؤشر كبير؟ لا نقول أنه يموت من قذائف الهونات أو من طلقات الرصاص، وإنما من سوء التغذية. هناك امرأة تموت كل 4 ساعات جراء نقص تدقيق الصحة أثناء الولادة. نعم، إذن دكتور إيهاب القرشي الباحث في المجال السياسي والإنساني، شكرا جزيلا لك.